وللحديث أكثر عن تفاقم تداعيات الجفاف وأثاره على الفلاح والاقتصاد العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. حياكم الله دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. حياكم الله دكتور نظير. يعني أسباب كثيرة أدت إلى حالة الجفاف التي يعيشها العراق، كيف ترى تداعيات تلك الحالة على القطاع الزراعي؟ الحقيقة هذه المشكلة يعني قديمة وبدت تزداد سوءا مع الأسف مع الزمن. فإلى قبل كم سنة التقارير للمنظمات الدولية تقول أنه العراق تقريبا يعني القطاع الزراعي 40% انخفض، والسنين السنتين الأخيرة زاد هذا الشيء لسبب بسيط جدا، أنه المياه أو ندرة المياه بدأت تزداد هذه السنتين الأخيرة بشكل كبير جدا. ومثل ما تفضلت بتخفيض ديالة بعد أن قطعت إيران منابع ديالة وحولتها داخل إيران، فبدأت الأمور تكون أكثر سوءا مع الأسف. فالقطاع يعني القطاع الزراعي كان 40% انخفض الانتاج، وأنا أتوقع أنه هذه السنة راح يكون أكثر من 60% الانخفاض، لسبب بسيط أنه وزارة الموارد المائية قلصت الرقعة الزراعية 50% العام الماضي. فلذلك نتوقع أنه انعكاسها على الانتاج الزراعي راح يكون كبير جدا، وأيضا على الثروة الحيوانية راح يكون أيضا سيء مع الأسف. نعم، يعني حالة الجفاف الواصل إلى حد التصحر تسببت في هجرة الفلاحين لأراضيهم كما تعلم، لا سيما أن مديرية الزراعة في ذي قار كمثال تقول إن مساحة الخطة الزراعية في البلاد تقلصت إلى نحو 1,500,000 دونم. يعني كيف سيؤثر ذلك على أوضاع الفلاحين بالذات؟ الفلاحين بالحقيقة صار كم سنة المنظمات الدولية تكتب عن هذا الموضوع، فهناك آلاف من الفلاحين تركوا أراضيهم الزراعية في المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق نتيجة سوء نوعية المياه أولا وندرتها. ومثل ما قلت قبل شوية أنه هذا الأمر يزداد سوءا، يعني شحة المياه ده تزداد، فلذلك نتوقع أنه هجرة الفلاحين راح تكون أكبر في المستقبل مع الأسف. وهذا طبعا راح يسبب مشاكل أخرى، لأنه الفلاح من يترك أرضه ويترك الثروة الحيوانية اللي كان يعيش عليها راح يدور على عمل في المدينة حتى يعيش منه، وهذا راح يسبب مشاكل اجتماعية وصحية وبيئية وغيرها من المشاكل من هذا النوع. عرجت قبل قليل دكتور نظير، عرجت قبل قليل إلى دور إيران، يعني إلى أي مدى أثر بالفعل قطع إيران روافد الأنهار المغذية لنهر دجلة على الوضع المائي ثم على الزراعة بشكل عام في العراق؟ نعم، إيران بالحقيقة يعني أول شيء بدأت حولت مياه نهر الكارون. مياه نهر الكارون كانت تزود تقريبا 40% من مياه شط العرب، وهذا سبب مثلا في مشكلة كبيرة في منطقة البصرة. ليش؟ لأنه تحويل الكارون وانحسار المياه وقلتها خلى مياه البحر تصعد إلى مناطق لم تكن تصل إليها سابقا. يعني قبل خلينا نقول بالسبعينات أثناء المد مياه البحر مدخل أكثر من كيلومترين ثلاثة داخل شط العرب، الآن في حدود 30 كيلومتر دا تدخل. هذه الحالة طبعا راح تسبب تردي نوعية المياه وتردي التربة، إضافة إلى هذا إيران أقامت الكثير من السدود، أكثر من 12 سد، والكارون والكرخة وديالة، وحاليا دا يشتغلون على الزاب الأسفل مثل ما سمعنا، والوديان الجانبية بين العراق وإيران كلها حولوها إلى داخل إيران يعني مياه، وهذا طبعا يأثر بشكل سلبي جدا
على الوضع المائي على نهر دجلة. نعم دكتور، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك حالة من تعمد إفشال القطاع الزراعي في العراق ربما بهذه السياسات العشوائية، ولصالح من برأيك؟ بالحقيقة الوضع السياسي في العراق غير مستقر من 2003 إلى الآن، فدول الجوار اللي هي بالذات إيران وتركيا دا يستغلون هالوضع ودا ينشؤون أكثر ما يقدرون عليه من مشاريع رواعية، لأنه ماكو قوة أو أحد يمنعهم من هذا أو يفاصلهم أو يحاجزهم عليه، فلذلك هم دا يستغلون هذه الوضعية ودا يسوون هالمشاريع الكبيرة بأسرع وقت ممكن، ودا يحولون المياه ودا يأثرون على الوضع المائي في العراق والوضع الزراعي، وأيضا هذا راح ينجر على بقية الأمور، يعني الأمور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية. طبعا هناك دائما في مثل هذه الأمور هناك ناس مستفادين، المستفاد من هذه الحالة هم مستوردي المواد الغذائية لأنه هذه بها ملايين الدولارات طبعا من الفوائد. نعم. فأكو مجموعة مستفادة من هذا الوضع. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك.